Welcome to Box Nation. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه النهارده؟ معايا امينيمز وعايز اعمل اكسبيرمنت اللي هي لازم الطبق ويقعد يحطوا اللي هي امينيمز ايه سكيتلز، بس انا هقدر اعملها بامينيمز يعني مش عارف ليه سكيتلز الصراحه. احنا في ازمه مفيش سكر، مش حاجه هجيب سكيتلز منين دلوقتي؟ فبيتحطوا كده ايه بالتدريج ورا بعض وبعد كده احط الطبق ادي عليهم ميه وفي بيعملوا شكل رينبو شبه هنا كده. المشكله اللي انا بواجهها دلوقتي هي ان انا مش عارف، انا جبت كيس امينيمز واحد بس مش عارف هقضي ولا مش هقضي. يا ربي اقضي. سيبكم دلوقتي مع ايه؟ طيب لابس. اصعب حته بقى هي ايه؟ ده الميه، يعني لازم نحطها بطريقه وشويش بحيث ان هو ما يتهزوش من مكانهم. اوكي، هو واضح ان هو مش هيتهزوا، هما يعني ثابتين كويس. طب اوكي كده حلو، كفايه كده اظن. غالبا لا، حط كمان شويه بحس ان ايه تبقى الميه عليه من فوق. هو اوريدي في شويه بدا منه بدا يطلع اللون منه، غالبا كده كفايه. شت ان شاء الله ممكن يعمل. طيب احنا هنسيبهم بقى ايه، هو اوريدي اصلا شكله بدا يتعمل، نسيبهم كده نعمل كلوز اب عليهم ونشوف هنوصل لايه. زي ما انتم شايفين الموضوع يعني نجح، شكلها جامد فشخ الصراحه. بس هي يعني اتصورت ان هي هتبقى لما شفتها كانت يعني كانت معموله بالظبط كده 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 كده، هي دخلت في بعض شويه بس برده مازال شكلها حلو. انا هحاول ابوظها واشوف ايه اللي هيحصل. ايه ده؟ الله، ممكن الون بيها كده. قلبت عفنه كده، لونه قلب معفن. ايه القرف ده؟ ايه قلبت زيتي؟ مش عارف ليه، عشان الاخضر اكتر لون، مش عارف ممكن اكتر الاخضر اكتر لون، او ممكن نفس الالوان دي كلها بيعمل اخضر. بس حلو عامه، قشطه. اكسبيرمنت حلوه ولذيذه، ولو عايزين نشوف اكسبيرمنت ثانيه قولوا لي برده في الكومنتس. سبسكرايب ولايك، يا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي. واتس اب جايز، تشالنج دي عايزين نعملها بقالنا سنه. كويس تمام تمام. وايد اشياء بتضرب. انت بترجع الميه داخل الملعب، حالات وفاه من اجل مباراه كره القدم. هل هو ده اللي فات؟ هل ده اللي كنا مستنيينه؟ هل ده اللي كنا عايزينه؟ حالات وفاه كره القدم في عز كره القدم في مصر.